بكم من جديد إلى برنامج ثنايا الخبر. ناقشنا في الجزء الأول التصعيد العسكري غير المسبوق على مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، وسنتابع فيما تبقى مجريات اليوم الثالث من الجولة الثانية لاجتماعات اللجنة الدستورية التي تعقد في جنيف. لكن قبل ذلك نتابع أبرز وآخر التطورات لهذا اليوم. المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن يقول إن اللاجئين السوريين لا يريدون العودة إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تكشف عن توقيعها اتفاقية مع الممثل القانوني لصحيفة نيويورك تايمز في شهر تشرين الأول الماضي. وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل 17 مدنياً وإصابة أكثر من 20 آخرين في هجوم بسيارة مفخخة في قرية الحلف غربي مدينة رأس العين بريف الحسكة، وتتهم وحدات حماية الشعب التابعة لقسد بالقيام بالتفجير. مراسل حلب اليوم في جنيف يفيد بأن وفد المعارضة عقد مع المبعوث الأممي جلسة في مبنى الأمم المتحدة بجنيف بهدف إعادة مسار عمليات اللجنة الدستورية المصغرة هناك. مصدر خاص من وفد المعارضة يقول لمراسل حلب اليوم في جنيف أن وفد المعارضة قدم مقترحين بخصوص جدول الأعمال رفضهما وفد النظام. السلطات الإسبانية تضبط غواصة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين بقيمة تصل إلى 121 مليون دولار في بلدة كانغاس الساحلية قرب الحدود مع البرتغال. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ثنايا الخبر. أعلنت المتحدثة باسم المبعوث الأممي إلى سوريا جينيفر فينتون تعثر انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، فيما أكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة هادي البحرة استمرار المعارضة في السعي لإيجاد توافق وحل لموضوع جدول أعمال الدورة الثانية من أعمال اللجنة المصغرة. لليوم الثاني على التوالي يتعثر انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف. هذا ما أعلنت عنه جينيفر فينتون المتحدثة باسم المبعوث الأممي إلى سوريا أمس الثلاثاء، وخلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر الأمم المتحدة في جنيف. قالت فينتون إن الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية عن النظام أحمد الكزبري وعن المعارضة هادي البحرة قدما للمبعوث الأممي مواد تتعلق بأجندة الاجتماعات، لكن حتى الآن لم يحصل توافق حولها. وعقب لقائه مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون في المقر الأممي بجنيف، أكد هادي البحرة الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية أن مساعي وفد المعارضة مستمرة وتبذل ما بوسعها للوصول إلى توافق. ممثلي وفدنا في مقر الأمم المتحدة واستمرت مساعينا ومساعي الميسر الدولي لإيجاد حل لموضوع جدول أعمال هذه الجلسة والدورة الثانية من أعمال اللجنة المصغرة. ما زالت المساعي موجودة، نحن نقدر ألام شعبنا في الداخل، نقدم ألام الشعب السوري، ويجب أن نبذل أقصى الجهود لإيجاد أجندة تتناول موضوع اللجنة. مراسل حلب اليوم في جنيف كان أكد أن اجتماع وفد المعارضة مع جير بيدرسون استمر لأربع ساعات بهدف إعادة مسار عمليات اللجنة الدستورية المصغرة في جنيف. كما قدم المجتمع المدني لائحة بأسماء المعتقلين بعد محاولة النظام عدم تقديم هذه الورقة، وتم تسجيلها أيضا بالأمم المتحدة على أنها دخلت بنقاشات اللجنة الدستورية بحسب المراسل. بالمقابل لم يكتفي وفد نظام الأسد للجنة الدستورية بعدم تقديم أي مقترح لجدول أعمال اجتماعات اللجنة، بل ورفض الجدول المقترح من قبل المعارضة السورية التي قدمت مقترحها لجدول أعمال هذه الدورة قبل بدئها بأربعة أيام. رفض فسره المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية يحيى العريضي في تصريح لحلب اليوم بأن وفد النظام في اللجنة الدستورية قدم إلى جنيف لإضاعة الوقت، مؤكدا أنه ليس لديه سلطة أو ولاية أو قرار. أرحب بضيوفي في حلقة اليوم الدكتور جمال قالصلي محلل سياسي من دورتموند، وأيضا تنضم إلينا الدكتورة مرح البقاعي عضو اللجنة الدستورية من ألمانيا. لو بدأت معك يعني دكتورة مرح، اليوم ما هي المقترحات التي قدمها وفد المعارضة ورفضها وفد النظام؟
نعم، بداية مساء الخير لك ولجمهور حلب اليوم الكريم ولضيوفك الكرام. قدم وفد المعارضة أكثر من مقترح، مقترحين الحقيقة. ودائما وفد المعارضة يعني يكتب شيء محدد بالصفة الوظيفية للجنة الدستورية. اللجنة الدستورية مجموعة تقنية وظيفية مهمتها كتابة مواد دستورية والخلود إلى دستور جديد لسوريا يتم استفتاء الشعب السوري عليه. هذه هي مهمة اللجنة. الآن ماذا يفعل النظام؟ النظام يعيد سيناريو السنوات الماضية في جنيف، الثمان جولات في جنيف الماضية قبل تشكيل اللجنة الدستورية، وهو سيناريو التعطيل، وضع العصا في دولاب العملية السياسية. وهذه المرة تعطيل مبكر جدا، لأنه يعرف تماما أن اللجنة الدستورية هي عبارة عن رفع العربة للانتقال السياسي على السكة، ومجرد انطلقت هذه العربة ستنطلق معها الملفات الثلاثة أو السلال الثلاثة الأخرى، وهي سلة الحوكمة والإرهاب وطبعا مكافحة الإرهاب والانتخابات في سوريا المراقبة من الأمم المتحدة، وعندها يكون انتقال سياسي كاملا. النظام لا يريد أن يدخل هذه العملية، لأنه يعرف أن نهايته هي في بداية جدية اللجنة الدستورية. أما المعارضة فهي جادة، معززة بالوثائق، معززة بالخبرات الموجودة فيها ومستشاريها، وهي دائما تعمل مع المبعوث السيد فيدسون لتيسير العملية وللدخول فيها بشكل جدي. التعطيل يأتي من طرف النظام. نعم، يعني دكتورة مرح، ما هي خياراتكم اليوم في ظل استمرار النظام بعرقلة عمل اللجنة؟ يعني كيف سيكون موقف وفد المعارضة؟ التزامنا واضح بالقرارات الأممية، التزامنا واحد طرح بتطبيق 2254. نعم. هذا القانون أو هذا القرار الذي وضعه مجلس الأمن هو المظلة للانتقال السياسي في سوريا، ولن نرضى لا أقل ولا أكثر منه. نحن محددون بهذا القرار. نحن نتعاون باستمرار مع السيد تيلرسون وفريقه الذي يحاول يسر العملية، وسيذهب للعالم كل من يعطل العملية السياسية. يعني هل من المتوقع دكتورة مرح العودة إلى عودة النظام قريبا إلى جلسة المفاوضات؟ هل سيتم يعني في عمل اللجنة الدستورية؟ أنا أعتقد سيكون هناك ضغط من قبل روسيا على النظام من أجل العودة إلى الطاولة. نعم، شكرا لك يا دكتورة مرح البقاعي، عضو اللجنة الدستورية من ألمانيا، شكرا لوجودك معنا. لو عدت إليك يعني دكتور جمال، يعني وفد النظام لا يستطيع الانسحاب اليوم من اللجنة بسبب توقيعه على معاهدة دولية، لكن لماذا يعمل على يعني تعليق حضوره وهذه العرقلة للوقت؟ كيف يمكن اختصار عمل اليوم اللجنة الدستورية؟ هي ممكن اختصارها عندما يريد الطرف النظام ذلك، ولكن نحن نعرف أنه حقا النظام لا يريد ذلك بتاتا، ويريد أن يعرقل ويماطل إلى أبعد الحدود. علينا أن نعلم بأن نحن نتعامل مع نظام يخاف من شيئين، كما يخاف الشيطان من المعاوضات، ويخاف من السلام، ويخاف من الديمقراطية، ويخاف من الحل، لأنه الآن هو لا يستطيع أن يعيش إلا بحالة حرب، فإذن هو سيعرقل. وأريد أن أذكر هنا يعني بالولادة العسيرة للجنة الدستورية، وكيف عرقلها النظام سنة ونصف إلى أن وصل لهذه النقطة. والآن النظام يفكر بالمستقبل، الآن حتى فعل المحكمة الدستورية في دمشق، وهو أصبح يضع قوانين ضد يعني لا تتناسب والدستور السوري، ويفعل المحكمة الدستورية لكي عندما يتم الاتفاق على مسودة ما لكي يقدمها إلى المحكمة الدستورية في دمشق، والمحكمة الدستورية ترفض ذلك، إذن سيرجعنا مرة ثانية إلى المربع الأول. للأسف لا يوجد هناك من يضغط على هذا النظام، ولا يوجد إرادة دولية. وأنا أقول هنا للأسف الراعين جميعا، وخاصة الطرف الأمريكي والروسي، وأنا ألوم هنا الطرف الأمريكي. عندما يريد الطرف الأمريكي أن يضغط على النظام ويسحبه من إذنه إلى هذه المنطقة ويقول له كفى تلاعبا، كفى مماطلة، فإنه سيرضخ. ولكن عندما يرى بأن الأمور مسيوبة كما يشاء، فلن نصل إلى نتيجة، وهو حقا سيجد في كل شيء ذريعة لكي لا
تتم هذه المفاوضات، هو 9 جولات في جنيف عطلها ولم يلتقي الوفدان مع بعضهم البعض، والآن أتى وفده والذي هو تبرأ منه وقال هذا لا يمثل الحكومة السورية، نحن ليس لنا علاقة معه، نحن ندعمه فقط، إذن هو يتبرأ من كل شيء ولا يريد أن يتم الوصول إلى حل ما، فهو يناسب هذا الشيء لأنه بهذه الطريقة يكسب الوقت والوقت ويقطب الأرض ويقوي نفسه على الساحة والعالم يتفرج. نعم. والشعب السوري يدفع الثمن. يعني ألا ترى أن روسيا دكتور جمال يعني التي تدعمه عسكريا على الأرض لن تضغط عليه للتقدم في عمل لجنة دستورية اليوم؟ طبعاً روسيا هي أرادت أن تجلب الموضوع من أستانا إلى جنيف لكي يكون لها دور كبير في هذا الموضوع، وهي لا تضغط عليه، هي الرابحة الآن، هي المهيمنة أساس في الواقع، هي سيدته، هي التي تأمره وتقول ماذا يريد أن يعمل، ولكن أصور هنا يوجد تطابق وتوافق روسي مع النظام بهذه النقطة، هم الزمن لصالحهم، المماطلة لصالح الطرفين، الروسي ينظر ماذا يعمل الأمريكي وهو يريد أن يقوي أوراقه في المنطقة، فإذا هم متفقان في هذه النقطة، ولا يوجد ضغوط لا من الطرف الروسي ولا من الطرف الدولي أو حتى الأمريكي، فإذا النظام يسرح ويمرح وسيماطل إلى أبعد الحدود. نعم، فاصل قصير نتابع بعده في أعمال اليوم الثالث من الجولة الثانية للجنة صياغة الدستور. هلا هلا شباب، ليه حاطين الكرسي عكس السيستم؟ هلا صار على السيستم. إذا كنت متابع للقوانين والقرارات والأخبار الجديدة في تركيا فأنت ماشي صح على السيستم. كل القرارات والأخبار والخدمات اللي بتهمكم في تركيا رح أخبركم فيها أول بالأول. تابعوني في برنامج سيستم على قناة حلب اليوم الفضائية وعلى منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. نرحب بكم من جديد في برنامج ثنايا الخبر. أيضا نتحدث الآن عن تطورات ونتابع في تطورات اللجنة الدستورية في يومها الثالث من الجولة الثانية. أرحب بضيوفي مجددا الدكتور جمال قارسلي محلل سياسي من دورتموند، وينضم إلينا مراسل حلب اليوم من جنيف محمد زهوري. يعني محمد لو بدأت معك اليوم، ماذا عن بعد كل المعطيات التي تحدثنا عنها، ماذا عن الوضع في جنيف الآن؟ يبدو أن محمد ليس جاهز بعد. سأعود إليك دكتور جمال، يعني ماذا عن مقترحات النظام التي تقدم بها ورفضتها يعني الأمم المتحدة التي تتضمن ما أسماها بالركائز الوطنية، كيف ترى ذلك؟ أنا أتصور النظام مقترحات النظام هي فقط لعمل بيان سياسي، يعني للتمجيد بالجيش السوري الذي هو يقتل الشعب السوري، لمحاربة الإرهاب، لأمور حقا لا علاقة لها بالدستور، هو يريد أن يعمل شيء خارج الدستور، وأنا أصور مهمة هذه اللجنة هو البحث في الدستور. طرف المعارضة قدم جدول أعمال ولكنه يرفضها بتاتا، لأن هذا جدول أعمال يصب في حقا في صلب الدستور وما يجب أن يتم تداوله في هذه المرحلة.
كما قلت النظام لا يريد ذلك، وهو سيماطل إلى أبعد الحدود ولا يريد أن يصل إلى حدا. وأنا أصور هذه الأمور مضيعة للوقت في النتيجة، حقا مضيعة للوقت، لأن الذي لا يتعلم من درس جنيف ويتابع هذه الأمور أنا أصور هو خسران في النتيجة، والنظام يعذبهم إلى أبعد الحدود، إلى أن ربما هم يتركوا أو ينسحبوا ولا يصلوا إلى أي نتيجة. نعم دكتور جمال، يعني المجتمع المدني قدم لائحة بأسماء المعتقلين وتم تسجيل هذه الورقة يعني في الأمم المتحدة، كيف تنظر لأهمية هذا الأمر اليوم؟ هذا شيء مهم، وأتمنى أن يقوم النظام ببعض الأعمال التي ممكن أن تعيد الثقة أو تفتح المجال، إطلاق سراح المعتقلين، التبيان وضع الناس المغيبين، يعني التي ممكن أن تظهر للناس أن هناك من يريد توافقا. ولكن أنا أصور هذا الموضوع كله سيبقى حبرا على ورق، لأن النظام لن ينصاع لذلك ولن يعمل ذلك، وهو سيعرقل كل شيء ربما يصل إلى نتيجة معينة، يصل إلى الانتقال السياسي. النظام كلهم يركزون الآن أن الدستور من عام تبع 2012 سيبقى وأنه يتم تعديله، والذي يهمهم كل أكثر من كل شيء هي مهام رئيس الجمهورية، أن الكرسي وثم الكرسي هذا سيحافظون عليه، والوفد الذي أتى مهمته هذا الموضوع. فأنا أصور هذه الأسماء لن تفيد، ولا يوجد الآن أي قوة تستطيع أن تضغط، أو لا يريدون أن يضغطوا هم حتى، ربما هناك كأنه في يعني تقاعس دولي ومماطلة دولية في هذا الموضوع. كما قلت وأرادوا أن يجبروا النظام، لقالوا للطرف الروسي وقال الأمريكي كذلك، يا نظام عليك أن تنصاع، عليك أن تملي ما اتفقنا عليه، ما يملي علينا المادة 2254، نعم، اتفاق 2015 اتفاق جنيف. ولكن للأسف لا يوجد ضغوط هنا، أريد أن أذكر ما قاله وليد المعلم على المعارضة عليها أن تتعلم السباحة، فإننا سنجعلهم يصبحون طويلا ولكن بدون فائدة. نعم، على هذا المنوال دكتور جمال، ما هو المتوقع يعني من اللجنة الدستورية بعد الآن؟ أنا أصور إذا اللجنة الدستورية وخاصة المعارضة إذا أريد أن حقا أن تحمي ماء وجهها، أن تسحب من هكذا مهزلة، لأنها لن تجدي نفعا، وأنها مضيعة للوقت، وأنها تعطي للنظام مجالا لكي يماطل ويخدم الأرض وينتهك الحرمات. فلذلك لا تعطيه المبرر، عليها أن تسحب، لأن هذا النظام لا يريد، هذا النظام لا يفهم إلا بالقوة، إن لم تكن هناك قوة كبيرة وضغط كبير إلى أن ينصاع لها النظام ليس مستعدا أن يتخلى عن أي شيء إن كان، لأن أي تقدم في هذا المجال يعني نهاية النظام، لأن النظام السوري مبني في 100% على الدكتاتورية المطلقة، فإذا حصل هناك 1% من الديمقراطية فإنه سينهار. وكذلك الآن هو مبني على الحرب، لأنه كما قال في أحد المقابلات السابقة رئيس هرم النظام بأن الإرهاب عندما يذهب الدولارات التي يجلبها هذا الإرهاب، إذن هو يصنع الإرهاب، يغذي الإرهاب، يحتمي وراء الإرهاب ويستفيد من الإرهاب، فإذن هو يريد أن تبقى الحالة كما هي لكي يستفيد أكثر. إن حصل سلاما أو توافقا ما فإنه يعرف أن رأس النظام سيذهب، وهذا النظام سيذهب، وهذا ليس من مصلحته، فهو يحاول أن يماطل إلى أبعد الحدود. نعم دكتور جمال قارصلي المحلل السياسي من دورتموند، شكرا لوجودك معنا. سأنتقل إلى محمد الزهوري مراسل حلب اليوم من جنيف. يعني محمد، بعد كل هذه المعطيات في جنيف، ما هو الوضع الآن؟ تحية لك وللمشاهدين. طبعا الوضع كما هو كالتالي، اولا دخل اليوم وفد النظام ووفد المعارضة اولا، ومن ثم اتى رئيس وفد النظام مع مرافقين لهما. وفد المعارضة كان وفد كامل مكون من 30 عضو، اما وفد النظام كان بثلاث اشخاص. هذا يعني ان النظام كما حصلنا على مصدر من داخل القاعة ان النظام يحاول مماطلة في بدء المرحلة الثانية. طبعا بعد دخول وفد المعارضة والنظام ورئيس وفد النظام، تم إرسال شخص المرافقين الاثنين لوفد النظام وإرسالهم إلى مقر إقامة وفد النظام وإحضار جميع أفراد وفد النظام إلى قاعة المؤتمرات. طبعا دخل وفد النظام وبقي أكثر من ساعة تقريبا، ولكنهم
خرجوا بوجوه ليس كما دخلوا. هذا يعني أن الأخبار التي كانت بالداخل كانت سيئة للغاية، وخاصة أننا حصلنا على مصادر مقربة من المعارضة، ومن ثم ذلك خرج الدكتور أحمد الكزبري وصرح أن الأمور تتجه إلى طريق مسدود، وأن هذا ما يحصل داخل القاعة هو عبارة عن عرقلة من وفد المعارضة. وفد المعارضة كان قد صرح قبل قليل، كنا في مبنى الأمم المتحدة، أن النظام يحاول تمرير أوراق سياسية من خلال اللجنة الدستورية، وأنه يقدم أوراق كورقة الثوابت الوطنية، وهذه أوراق لا تمت باللجنة الدستورية بصلة. الشيء الآخر من مصدر مقرب من داخل وخاص أيضا من داخل القاعة، هناك بعض الكلمات خرجت من وفد النظام بالشتائم وغير ذلك موجهة لوفد المعارضة والأعضاء الموجودين هناك عند الوصول إلى طريق مسدود كما أخبرنا ذلك المصدر. طبعا حتى اللحظة الصورة الواضحة لدي أنه لا يوجد جلسة غدا، ولكن يحاول المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون أنه أن يعود لإكمال هذه الجلسات. وفد المعارضة صرح قبل قليل أيضا على لسان الدكتور هادي البحرة أنه سوف يأتي يوم غدا إلى مقر الأمم المتحدة بالعدد الكامل لأعضائه، وأيضا وفد المجتمع المدني صرح كذلك أنه سوف يعود للمحاولة لاستئناف الجلسات للجنة الدستورية. أما وفد النظام كنا قد سألنا وفد النظام ما إن كان سيعود أو لا، أجاب أنه لن يعود طالما أن الأمور تتجه إلى طرقات مسدودة. طبعا المصادر أيضا أعطتنا تصريحات كانت تدور أو حديث كان يدور داخل القاعة عن وطنية الأعضاء المشاركين، وهذا ليس حديث جديد. وهناك تشكيك ببعض أعضاء المجتمع المدني، ويقولون أنهم تابعين للمعارضة وأيضا تابعين لتركيا، وأيضا يسمون الوفد وفد هيئة التفاوض بأنه الوفد التركي، وهناك احتجاج من قبل وفد المعارضة، وكان قد قدم ورقة للمبعوث الأممي كيري بيدرسون وطالب منه باحترام الأعضاء المشاركين على أنهم سوريين. نعم نعم محمد، يعني في حال حضور وفد المجتمع المدني وفد المعارضة وغياب وفد النظام، هل من الممكن استئناف جلسات الجلسة الدستورية أو المناقشات؟ لا يستطيع أي وفد استئناف جلسات في جنيف بدون أي طرف، يعني لا يوجد اجتماع. هذه الاجتماعات التي كانت مقررة في المرحلة الثانية هي عبارة عن جلسات مغلقة ومفتوحة للإعلام للجنة المصغرة. وكان قد طلب كير بيدرسون قبل البدء هذه المرحلة، طلب من ثلاث أطراف أنهم يقدموا أجندة وجداول أعمالهم. كما ذكرنا في نشرات الأخبار أن الوفود جميعها قدمت جدول أعمال ما عدا وفد النظام قبل ليلة من بدء المرحلة الثانية. اتصل جيري بيدرسون بالرئيس وفد النظام ورفض إعطاء أي ورقة، واحتج أنه متعب من السفر هو ووفده، وأجلها إلى يوم أول أيام الافتتاح. أول أيام افتتاح المرحلة الثانية كان لم يقدم أجندته ولم يقدم جداوله للمبعوث الأممي، بل قدم ورقة تقول أننا يجب أن نطلب بالتركيز على ورقة ومقترحي على الثوابت الوطنية. اليوم الأول كان قد علق النظام بعد ساعة من دخوله إلى قاعة الاجتماعات. اليوم الثاني كان هناك محاولات لإعادة الأمور إلى سياقها. اليوم كان هناك عودة للاجتماع، وكانت محاولة جيدة، وكانت الأمور جميعها إيجابية ما عدا النهاية كانت سيئة بعدم دخول الأطراف والتقائهم في القاعة في ذات الوقت. طبعا
طبعا حصلنا على معلومات ان جيري بيدرسون اجتمع بوفد المعارضه وايضا المجتمع المدني وايضا برئيس وفد النظام، كل وفد على حده، وكان ياخذ التصريحات من كل وفد في محاوله لايجاد عوامل مشتركه بين ثلاث وفود لجمعهم مره اخرى في هذه الجلسات. طبعا الخارجيه الامريكيه كنا قد شاهدناها في هذه التطورات التي تحصل في جنيف، وايضا وجدنا استطعنا ان نشاهد ايضا دبلوماسيين روسيين كانوا يحاولون او يراقبون عن كثب ويحاولون تسهيل هذه العمليه، لكن الامور التي تحصل في مقر الامم المتحده كلها تسير الى طريق مسدود. نعم، محمد زهوري مراسل حلب اليوم من جنيف، شكرا لوجودك معنا اليوم. وايضا اشكر الدكتور جمال قارصلي المحلل السياسي من دورتموند، والدكتوره مرح البقاعي عضو اللجنه الدستوريه، وايضا ابراهيم الادلبي الصحفي من الحدود السوريه التركيه. الشكر موصول لكم متابعينا، شكرا لكم على طيب المتابعه لحلقه اليوم من ثنايا الخبر. ناقشنا في حلقتنا اليوم القصف الممنهج من قبل الطيران الروسي وطيران النظام على مدينه كفرنبل، وايضا تفاصيل اعمال اللجنه الدستوريه في جولتها الثانيه التي تعقد في جنيف. الى اللقاء.